موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الأدب ومن باب آداب الطعام عند قوله: باب كراهية الأكل متكئا. باب كراهية الأكل متكئا. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال الخطابي: المتكئ هاهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، يعني حاطط مثلا وطاء، يعني شلته كده زي ما بيقولوا احنا او نحو ذلك، او وسادة. قال: واراد انه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا، يعني بيقعد متعجلا. قال: ويأكل بلغة. يأكل بلغة، البلغة يعني ما يعني يكتزأ به وما يكتفى به. قال: هذا كلام الخطابي، يعني هذا كلام النووي، يقول هذا كلام الخطابي. وأشار غيره، يعني النووي لا يزال الكلام للنووي، يقول: وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، والله أعلم. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على الحديث. قال: باب كراهية الأكل متكئا. أما الأكل متكئا فالحكم في الحقيقة يدور بين الحرمة والكراهة، وإن كان النووي رحمه الله بوب بالكراهية، وإلا فهناك من العلماء من ذهب إلى التحريم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. فالنهي هذا منهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة. وفسر الإمام النووي رحمه الله الاتكاء هنا بكلام من كلام النووي رحمه الله، قال: المتكئ وهنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، يعني يقعد على شلتة، يقعد على كذا نحو ذلك. وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، بل يقعد مستوفزا لا مستوطنا. أنا لا أكل متكئا، يعني لأن اللي بيتكئ بيضع تحته وطاء، هذا بيجلس لأجل أن يأكل مدة طويلة ونحو ذلك، ويجلس مستريح وكذا كما يقولون يعني. قال: ويأكل بلغة، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للرجل: أنا لا أكل متكئا، لأن المتكئ ده هيجلس مدة طويلة، أنا أكلي غير متكئ. لماذا؟ لأني أكل بلغة. البلغة يعني هو الشيء الذي يبلغ الإنسان، ما يجتزئ به الإنسان، يعني اللي يكف الإنسان بالتعبير العام البسيط جدا. قال: هذا كلام الخطابي، ده النووي. ثم قال: وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه. بيقول النووي إن غير الخطابي قالوا المتكئ اللي هو المائل على جنبه، يقول: والله أعلم. والحقيقة إن هذا القول الثاني هو الأرجح، والقول الأول ده مرجوح. ويؤيد هذا القول الثاني قول الصحابي رضي الله عنه في الحديث، أحاديث كثيرة يعني بيأتي فيها قول الصحابة، يقولون: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، زي حديث شهادة الزور وكذا، وكان متكئا فجلس. فمتكئا فجلس يعني هو كان إيه؟ كان الاتكاء حاجة والجلوس حاجة، الاتكاء حاجة والجلوس حاجة. فكان متكئا يعني مائل، فلما جلس ببقاش متكئ وعليه. فالمتكئ هو المائل، هو المائل على جنبه، قاعد كده مسدود على جنبه وبياكل ونحو ذلك. وذلك لما في هذه الهيئة في من 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 يعني من نوع الاستكبار والاستعلاء ونحو ذلك.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كرهها وقال لا آكل متكئا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث فيه النهي عن الأكل متكئا، وأنه يكره أو يحرم للإنسان أن يأكل متكئا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا، قال رواه مسلم. قال النووي المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. يقول المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه. أنس بيحكي كم كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، لا سيما وهو يأكل، ما كان يجلس جلسات المتكبرين والمفتخرين والعياذ بالله. استغفر الله، نسأل الله العفو والعافية. حتى الواحد بقى يسمع عبارات عجيبة الشكل وتسمعها أحيانا من متدينين. يعني أنا أذكر أحد الإخوة المتدينين هو بيتكلم وكنت أسمع بيحكي للأخ الأخ ويقول له بقى إحنا روحنا بقى وقعدنا وكلنا في المكان الفلاني حاجة أنتخة كده. أنتخة دي لفظة طبعا هو بيعبر بها عن ماذا؟ طريقة القعدة والمش عارف إيه والكلام ده. طبعا لا يمنع الإنسان يأكل ويأكل في مكان كويس ومكان نظيف، لا بأس. لكن شوف إحنا وصلنا لمستوى إن إحنا حتى بنساير الناس حتى في الألفاظ التي فيها نظر شرعي. الأنتخة دي على ما فهمته أنا، الأنتخة دي واحد كده قاعد متكئ كده ومرحرح كمان قوي وهو بيأكل مثلا، يعني الغرض المقصود يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك. يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا صلوات الله وسلامه عليه. والله يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ولإخواننا جميعا. الواحد لما يفكر في الهيئة دي كده والله الواحد يخاف على نفسه خوف. سيد الناس، سيد البشر. أنا مش طبعا الجلسة والتصوير ما أعرفش أن أنا أعمل ولا حتى رجلي هعرف أعملها أصلا. يعني كنت نفسي ان انا اقول لكم القعده دي كانت شكلها ايه. جالسا مقعيا ياكل تمرا. استغفر الله، انا مش يعني مش عارف اشبهها ازاي، بس انتوا عارفين حتى في الصلاه عندنا في ابواب الفقه في نهي عن الاقعاء كما يقولون، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كاقعاء الكلب. الاقعاء اللي هي الجلسه اللي يعني اللي هي شبه جلسه الكلب لما بيقعد. الكلب لما بيقعد بيحط اليتيه القعده بتاعته بيحطها فين؟ على الارض ويحط ركبه كده واقف كده. شوف الانسان بقى لما يقعد القعده دي، لما يقعد القعده دي قاعد كده وحاطط ركبه كده زي المسكين كده واقف بياكل. شوفوا انسان كده قاعد بقى، وشوفوا ده مين بقى اللي قاعد القعده دي؟ سيد الناس. شوف الواحد فينا كده لو قاعد، انا مش هقول لكم قاعد هو العالم ولا الكبير ولا الوزير ولا الامير ولا حاجه خالص، لا ده الواحد فينا لو قاعد بس كده في وسط عيلته وهو الكبير بتاعه شوفوا بيبقى قاعد عامل ازاي، هو بياكل ولا بيشرب ولا حاجه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قاعد بقى قدام البشر اللي هو سيدهم كلهم وقاعد عامل ازاي، قاعد وبياكل التمر وقاعد القعده بتاعته على الارض وركبه واقفه كده وقاعد بياكل تمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب كراهية الأكل متكئا. ولذلك الإنسان يتواضع ويعني يتكلف التواضع وهو بيأكل لا بأس. والإنسان إنه ما استطاع إنه يبتعد عن أي صورة من صور يعني الاستعلاء والاستكبار ونحو ذلك، بل والله هو بين أولاده كمان، إيه المانع إنه بين أولاده حتى يعني لو فعل ذلك، هذا كله تأديب وتربية لنا ولأبنائنا. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة يعني أن الباب والحديث أو الحديثان فيهما النهي عن الأكل متكئا، وهو كما ذكرنا إما إلى الكراهة أو التحريم. وفيه ذم المتكبرين، لأنه الاتكاء هيئة مبغوضة، لأن غالبا المتكبرين هم الذين يفعلون ذلك.
وفي الحديث أيضا أو في يعني حديث الباب يعني أفضلية عدم الزيادة في الأكل، إن الإنسان يأكل ما يبلغه، لأنه يعني كما ذكر النووي رحمه الله نقلا عن الخطابي في شرحه قال وأنه كان يأكل بلغة، يعني يأكل الشيء اللي يبلغه. طبعا مسألة الشبع ونحو ذلك مرت بنا قبل ذلك أنه لا يصل إلى التحريم، لا يصل إلى التحريم. الإنسان لو أكل حتى شبع وامتلأت حتى بطنه مش هيصل للتحريم، لكنه يعني خلاف الأفضل، وأن الأفضل للإنسان ألا يأكل ويملأ بطنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم نقيمات يقن صلبه، الإنسان يأكل قدر ما يقيمه. ممكن الإنسان فينا ضعيف في الاشتهاء، ضعيف في الاشتهاء يقاوم نفسه في ذلك، لكن يعني الباب فيه كراهية الجلوس للأكل متكئا أو الاتكاء للأكل. نقف على باب استحباب الأكل بثلاث أصابع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.